بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ندير معاكم بريوش الوردة. نبداو على بركة الله المقادير مع طريقة التحضير. في بول بسم الله عندنا كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، عندنا كاس ناقص صباع السكر، واللي يحب الحلاوة يدير كاس كامل، يعني هكذا يجينا حلو. عندنا كاس ناقص صباع زيت، زيت عادي، ملعقة صغيرة فاني، 2 ملاعق كبار خميرة الخبز. بما أننا في فصل البرد، فصل الشتاء، نحط 2 ملاعق كبار. إذا كنا في فصل الصيف، ملعقة ونصف تكفي. ملعقة كبيرة غبرة الحليب، ونخلط كلش مع بعض، ونضيف الفرينة حوالي كأس. في البداية نخلط مليح، ونغلق عليها ونخليها حوالي 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة. لاحظي معايا الخليط راهو ثقيل هنا، نضيف الفرينة، ملعقة صغيرة ملح، وحدة خميرة كيميائية ضروري نغربلوها، ونكمل بالفرينة حتى تتلم العجينة وتكون طرية. الفرينة يا البنات ما نقدرش نعطيكم مقدار محدد، لأن الفرينة كاين اللي تشرب واللي ما تشربش. نستعمل يدي أحسن باش نلم مليح العجينة. هذا النوع من البريوش يا البنات ما فيهش البيض وبنين بزاف. لاحظي كي تلم معايا العجينة، نضيف حوالي ملعقة كبيرة ماغارين أو زبدة، لازم تكون طرية. نحط العجينة تاعي على الرخامة، نحاول ندخل مليح الماغارين في العجينة كما راكي تلاحظي بهذه الطريقة، ونلمها مليح ونحطها في بول مدهون بالزيت، ونخليها تخمر مدة ساعة أو أكثر. لاحظي بعد ما خمرت نهبطلها الاختمار، ونلمها مليح، ونغطي عليها ونخليها تخمر للمرة الثانية. ضروري أنها تخمر مرتين. لاحظي بعد ما خمرت نحطها على الرخامة تاعي، نلمها مليح ونقطعها إلى قطع متساوية. أنا هنا قطعتها إلى 12 قطعة، واللي حب يدير قطع صغيرة البريوش تاعو يجي صغير يقطع 16 قطعة. نخرجولي 12 قطعة حجم كبير. لاحظي معايا، نحاول نسقم كل قطعة كما راكي تلاحظي، ونغطي عليهم بالطرشونة، وناخذ القطعة الأولى نحاول نبسطها مليح بالحلال بهذه الطريقة. عاوني روحك بالفرينة، سمك العجينة يكون رقيق كما راكي تلاحظي. عندي ماغارين عادية لابيل، لازم تكون طرية، وندهن سطح العجينة كامل. ونحاول ندورها على شكل رولي كما راكي تشوفي. نغلق على الأطراف مليح،
لاحظي معايا، نرش عليها الفرينة ونحاول نرققها شوي. وبلا كوبات أو بهذه الأداة أو بالموس نقطع في الوسط كما راكي تشوفي، ما نكملش كامل، نخلي حوالي 1 سنتيم كما راكي تلاحظي. لويهم على بعضهم، تبعي فقط الطريقة، أكيد راح تنجحي فيها، طريقة سهلة وبسيطة. لاحظي بهذا الشكل نشكل الوردة، نبسط الطرف ونحطه كقاعدة، نحطه في صينية الفرن ونخليها تخمر ويتضاعف الحجم تاعها ثم نطيبها. نعود واحد اخرى باش نفهمه مليح. لاحظي البريوش يا البنات مطلوب جدا ويحبوه بزاف الكبار والصغار. نتمنى تجربيه وتفرحي ولادك. مليح لقهوة الصباح، قهوة العشية، للقوتي وحتى للضيوف، وتقدري تخدميه كمشروع. لاحظي نحاول نسقمهم مليح ونلويهم على بعضهم. نحكم الطرف الأول، ندور شوي على نفسه كما راكي تلاحظي، ثم ندور الطرف الثاني على شكل وردة. الشكل جميل جدا. هنا ندهنهم بصفار بيضاء زائد ملعقتين حليب، في نفس الوقت نكون مسخنة الفرن تاعي 200 درجة مئوية، وكي ندخل البريوش تاعنا يطيب نقص له 180. لاحظي بعد ما دهنته بالصفار البيض رشيت عليه جلجلان، خليته خمر مليح ما شاء الله، ندخله للفرن. لاحظي معايا بعد ما طاب وحمر مليح ما شاء الله، راني ندهن فيه بلاجولي باش يعطينا اللمعان هذاك الجميل. لاحظي لاجولي البنات كي نشريوها تكون جامده شوي، نحطوها في كسرونه صغيره ونسخنوها على نار قليله ونطليو البريوش تاعنا. لاحظي الشكل جميل جدا ويقطع كمية كبيرة، كاس ماء كاس حليب أعطاني 12 قطعة. لاحظي خفيف بزاف، مورق ما شاء الله، والبنة ما نحكي لكمش. لاحظي توريق البنات دون عجينة مورقة ولا مقارن توريق. لاحظي والله ما شاء الله، جربيه أكيد راح تعتمديه. تقدري تحطيه للضيوف يحمر الوجه. لاحظي التوريق يا البنات، لاحظوا مليح. والآن ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.